اسمعي يا بنتي، عليك بصفتين في الرجل: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة مو بشرط عضلات، القوة يكون عنده مسؤولية، عنده قوة أن يتحمل مسؤولية البنت الزوجة. لأنه يوم جاء بيت أبوك وقال لأبوك عند الكاتب اللي عاقد النكاح: رضيت بها، رضيت، على كتاب الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله، على سنة رسول الله، مبروك. هذا سماها الله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا ميثاق غليظ، بنات الناس ميب لعب. ولذلك إذا جاء القوي، قوي العقل، قوي التفكير، عاقل، يتحمل المسؤولية، وأمين، أمين، عنده أمانة، لأن الأمانة تخلي يحفظك. الخائن ما يحفظ زوجته ولا يحفظ بيته ولا يقوم بالأمانة التي ستكون على عاتقه، سواء أمانة الزوجة أو أمانة من يسترعيه الله من ذرية من هذه الزوجة.